اسمي سهير أحمد بن عبدون، عمري 30 سنة، بشتغل في شركة. يعني ما كنت متوقع، أنا ما بحلف من الحظ دائما في الأشياء هذه، فالحمد لله الجائزة جات في وقتها يعني، وإن شاء الله تكون تمام. أنا كنت مستنية، إنه كان نفسي دواليب تكون قزاز، كان نفسي في سرير إنه جلد كذا، حاجة برضو تبان أفخم إنه يكون خشب. كمان أحب إنه يكون في غرفتي كرسيين مثلاً أو حاجة لما بيجوا صحباتي، وفي نفس الوقت على قد الحاجات دي اللي أبغاها، أتمنى إنه الغرفة تكون شرحة وما تكون كذا زحمة ومليانة عفش. أول شيء أحب أشكرهم على الفكرة الحلوة اللي سواها، وإن شاء الله تعجبني الغرفة بعدين. عندها مسألة الديزاين، تحاول هي تدور على ديزاينات أو تصاميم تكون موقعة أو تكون من ديزاينر معروف. إحنا حنسوي لها غرفة أو حنعمل لها تصميم. إيكيا بتقدم مفروشات إيكيا ستوكهولم. طبعاً إيكيا ستوكهولم من أقوى التصاميم الموجودة. إيكيا حصلت على جوائز كثير التصاميم هذه. حنسوي لها تصميم إن شاء الله إنه هو يناسب زوجها، ونفاجئها بصورة جديدة بالنسبة لها، صورة جديدة لإيكيا. الله تبارك الله. في البداية لما شفت الألوان خفت إنه كانت ألوان مرة قوية، خفت إنه ما تطلع حلوة، بس لما شفتها الحين مع التناسق الألوان، لون الدولاب ولون الأثاث، عن جد صار تناسق مرة حلو. مرة حبيت الألوان، حبيت الغرفة، حبيت الأثاث، الكرسي، الأدراج، كل شيء حلو مرة، يعني فوق توقعاتي. لفت انتباهي الأدراج هذه وأدراج التسريحة، مرة حلوة طريقتها، يعني مبتكرة وحلوة. عن جد أنا انبهرت من التصميم، عن جد التصميم مرة رائع، مرة حلو، فعلا اتحقق اللي كنت أبغاه، اللي هو الدمج بين الكلاسيك والمودرن، يعني صار اللي كنت أتمناه، ومرة عجبتني الغرفة صراحة. أنه أحب أشكر كل اللي ساعدوا بإنجاز الغرفة هذه، المصممين، كل أحد، وعن جد اتحقق اللي كنت أبغاه الحمد لله.